بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اشرف الخلق، امام المرسلين. هنخش النهارده في جزء تقيل شويه، الا وهو البيم رولز اند اناليسيس، اللي هو السكشن او السكند سكشن عندنا في الدوره، اللي هو عباره عن الكاميرات وازاي هنتعامل معاها. هتفتح لي معاك صفحه 27 في المذكره، ونبدا نمسك اول كلمه في الموضوع ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. في الكليه كانوا بيعلمونا دايما ان لازم تحت كل حيطه كاميرا، صح كده؟ لا، احنا هنا هنعكسها. يعني ايه؟ يعني هقول لك عايز تحت كل كاميرا حيطه. طب يعني ايه الكلام ده؟ ما تيجي تشوف بالراحه. يبقى اول ملاحظه عندك بتقول لك ايه؟ لابد وان يكون اسفل كل كاميرا حائط حفاظا على مين؟ على المعمار. يعني ايه؟ لو حبيت تشتغل معايا المفروض ان ده كده بتقع في السقف. حلو الكلام؟ لو في حيطه هنا راكبه على السقف ده كده فوق اهي، فهو اوتوماتيك هيروح جاي عامل تحتها في السقف في مين؟ كاميرا. صح الكلام؟ الكلام ده كده غلط. غلط كمعماري مش انشائي، انشائي صح. بس غلط كمعماري ليه؟ لانه هنا ممكن يفاجئ ان في الغرفه اللي تحت مفيش حيطه. بقت الكاميرا دي مالها؟ سقطه. يعني ايه؟ هات لي مثل حي. الغرفه اللي احنا فيها دي عند البارتيشن اللي في النص ده اللي هو الازاز ده، ممكن تكون فوق الغرفه مقسومه غرفتين. فمعنى كده ان فوق البارتيشن ده فوق في مين؟ حيطه. طب هو ماشي بنظام مين؟ لو في حيطه بتحتها مين؟ كاميرا. راح حاطط هنا كاميرا، بقى شكلها ايه في الغرفه دي دلوقتي؟ سقطه وشكلها وحش جدا. صح الكلام؟ يبقى الصح ايه بقى؟ علشان اعمل كاميرا لازم اكون متاكد ان في تحتها في مين؟ حيطه. عشان احافظ على المعماري. طيب، طب ما انت عايز تعمل لي حيطه دلوقتي ومش تحتها كاميرا، طب ايه الحل؟ قال لك لو انت شغال في فلات سلاب ممكن تعمل حيطه في اي مكان دون النظر لوجود كاميرا او مفيش. انما الكلام ده بيأثر في مين؟ في السوليد سلاب بقى. واضح الكلام؟ طب لو انا شغال في السوليد سلاب قال لك ومش هعمل كاميرا، قال لك في الوقت ده ما انا جيت اشتغل في السوليد سلاب لقيت ان انا عندي حيطه هنا صح؟ ما جيت لما جيت اعمل كاميرا ما لقيتش في حيطه فين؟ تحت، يبقى مش هعمل كاميرا. بس في الوقت ده قال لك هروح جاي حاطط حديد في البلاطه علوي وسفلي كده، ولكن ثلاث اسياخ فوق وثلاث اسياخ تحت، بالاضافه لحديد البلاطه اصلا. الحديد ده بقى هنسميه عندنا مين؟ فواتير. يروح كاتبين عليهم في اللوحه مين وليكن؟ 3 فاي 12 فواتير عين وسين، يعني عوس، يعني علوي وسفلي. حلو الكلام؟ يعني معنى كده هيروح جاي على تسليح البلاطه الرئيسي اللي هو 5 فاي 10 العادي، ويروح جاي في المنطقة دي وحاطط كام سيخ؟ 3 فوق و3 تحت، ويعملهم على كراسي. دول هم بقى مين؟ أسياخ فواتير. هتشيل مين؟ الحيطة الموجودة. يبقى أنا عندي كام لفظة هتكلم فيه النهاردة بإذن الله تعالى؟ 3. حاجة اسمها الفواتير، حاجة اسمها المخدات، حاجة اسمها كاميرات مدفونة. أوعى تقول التلاتة واحد غلط. يبقى أول استخدام عندنا في الفواتير إيه هو؟ لما اكون عايز اعمل حيطه على بلاطه سوليد سلاب ومش تحتها مين؟ كاميرا. يبقى ده اول استخدام لمين؟ للفاتوره. واضح الكلام كده خلاص؟ طيب، تعال نمسك بقى اول معلومه عندنا ونشوف بتقول ايه. رقم واحد بيقول لك ايه؟ لا يفضل عمل كاميرات نهائيا في حاله المباني الايه؟ الاداريه. ليه يا جماعه؟ لان لو عمل كاميرات في المباني الاداريه، المباني الاداريه ممكن تاني يوم الصبح يغير معماري كله. صح؟ مش عمال يقسم غرف، ممكن دول كانوا غرفتين راح مقسمهم 4 بارتيشنات. معنى كده لو دي كاميرا في النص وانت كنت مقسم من الحيطه تحتها، يعني كده مش باينه. طب لو قسم كده بقى بالنص بقى باني بقى، هتلاقي الدنيا كلها بانت والدنيا كلها خربت، صح؟ يبقى دايما لو كان مبنى اداري يفضل يتعمل بالكامل مين؟ فلات سلاب. علشان ما تحط بقى حيطه في اي مكان براحتك، واعمل اي حاجه انت عايزها براحتك. فاهم معايا قصدي ايه؟ تمام. تاني واحده عندنا ودي احنا لسه قايلينها، في حاله، بص لي هنا على السطور، في حالة وجود حائط لا يوجد أسفله كاميرا في البلاطات السوليد سلاب اللي هي مصمتة، بيتم استخدام مين؟ الفواتير. ودي المعلومة اللي قدامك موجودة. اتفقنا خلاص؟ طيب، المعلومة اللي بعدها بقى دي مهمة جدا. قال لك الكاميرا دايما بتاخد مين؟ نفس عرض الحيطة اللي تحتها. بمعنى لو افترضت معاك إن الحيطة فوق هنا كانت 25 والحيطة اللي تحت هنا كانت 12، لما يجي يعمل الكاميرا راح عاملها 25 وليكن، ايه اللي هيحصل في الكاميرا؟ هتكون عامله ركبه في الاوضه، وبالتالي لا يفضل. امال ايه اللي يحصل؟ هيروح عامل الكاميرا كام؟
12 عشان ما يعملش مين ركبه في الغرفه. واضح كلامي ايه؟ يبقى معنى كده يفضل ان الكاميرا دايما تاخد نفس عرض الحيطه اللي تحتها. طب والحوائط عندنا كام في مصر؟ يا اما 12 يا اما 25. ما عادش في حاجه اسمها 25، خلي بالكوا كمان، لان الطوب بقى بينزل كام؟ 22. يعني حتى الطوب التاني فاهم معايا قصدي ايه؟ الطوب ال 10 ده بقى انا معتمد على النظام مين السعودي بقى، يعني النظام اللي هو الدول العربيه. الدول العربيه الطوب هنا، الطوب هناك 20 سم، ودايما هناك بيبنوا على طوب، مفيش حاجه اسمها نص طوب. يعني دايما الحوائط عندهم عرضها كام؟ وبالتالي الاعمده عندهم كام برضو؟ 20 سم. معايا؟ هنتكلم فيها بالتفصيل لما نيجي نشتغل في الاعمده ان شاء الله. المعلومه اللي بعدها دي مهمه جدا جدا جدا، رقم 5. الملاحظه رقم 5. الملاحظه رقم 5 بيقول لي ايه بقى؟ اقل قطر مستخدم كحديد طولي في الكاميرات هو فاي كام؟ فاي 12. لا هي مش الكاميرات بس بصراحه. امال ايه بقى؟ تعال نعد مع بعض. في الكاميرات والاعمده والقواعد السبلات السلالم كل الكلام ده اقل قطر فيه هو حديد كرئيسي فاي كام؟ اي بما يعادل كام لينيا؟ 4 لينيا. يبقى احنا عندنا لو سمعت بره في السوق 4 لينيا تفهم ان ده فاي كام؟ طب 5 لينيا؟ فاي 16. واضح الكلام ايه يا جماعه؟ طيب يبقى ده بالنسبه لمين؟ ها؟ بالنسبه للكلام ده. طب انا لما اتكلمت عيدهم معايا تاني معلش، انا قلت كاميرات صح؟ واعمده وقواعد وسملات وسلالم. هل جبت ست السقف؟ لا ما جبتوش. ليه؟ قال لك لان السقف ممكن يكون سوليد سلاب، وسوليد سلاب بحط فيه حديد فاي كام؟ يبقى يطلع بره الموضوع خالص. لان انا بقول اقل قطر هو فاي كام حاليا؟ 12. واضح كلام ايه؟ كلام جميل. المعلومه اللي بعدها ودي غايه في الاهميه برضه. قال لك رقم 6 بقى، اقصى قطر مستخدم للحديد الطولي في الكاميرات هو فاي كام؟ 22. بس ده في المباني السكنيه. لكن اوعى تيجي تقول لي انا هعمل الكلام ده في كوبري. الكوبري ممكن يوصل الحديد في الجردرز بتاعت الفاي 32. فاهمين معايا قصدي ايه؟ وبالتالي ده يعتبر في ريزيدنشال بيلدنج، انما الكباري والكلام ده كله عباره عن مين؟ انفراستراكشر، بنيه تحتيه. طيب كلام جميل. المعلومه اللي بعدها مهمه جدا، بيقول لك فيها لا يجوز التكسيح اكثر من مرتين في السيخ الواحد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا مش عندي سيخ يا جماعه بالمنظر ده اهو، خدت السيخ ده ورحت مكسحه كده. صح الكلام؟ انا كده كسحته كام مره؟ ادي مره والثانيه. قال لك الباشمهندس المحترم راح داخل بيه الكاميرا اللي بعدها وبدا يكسح فيه. ايه السيخ اللي عمال يلف البلان ده كله؟ صح الكلام؟ لو حصل التكسيح اكتر من مرتين قال لك بيولد انجهارات عكسيه في السيخ، وبالتالي الكلام ده بيضعف من قوه السيخ في السيخ في التنشن ومين؟ والكومبريشن برضه. يبقى معنى كده لا يفضل انك تزود التكسيحه في السيخ عن اكثر من مين؟ اكتر من مرتين. اتفقنا؟ طيب التكسيحه في السيخ بقى في المعلومه اللي بعدها قال لك الزاويه دي بقى بتكون كام الزاويه دي؟ يا اما 45 او 60 او ما بينهما. يعني لو لقيت واحد مكسح على 50 49 صح؟ ما تتلككش يا صح؟ ان احنا بنقول ما بين كام؟ 45 وكام؟ وال 60. طب ايه رايكم لو رسمت قطاع كاميرا كده؟ وتعالوا بقى نحكي عليه حوارنا كله بالتفصيل. اهو. هستخدم كاميرا لو كان شوب دروينج دلوقتي مع بعض. حلو الكلام؟ المفترض دلوقتي ان انا عندي المكسح هيبقى شكله ايه؟ المكسح هيجي كده. صح؟ وهيجي هنا كده اهو ويخش هنا ربع البحر المجاور، مش ده كده المكسح؟ كلام جميل. عندي برضو هنا اهو هيجي كده ويخش ربع البحر المجاور. ده كده مش المكسح؟ المكسح اخد زاويه كام من هنا؟ 45 او 60، صح الكلام؟ طب المكسح كده جاب زاويه كام؟ 60 او 45، صح كده؟ طب ليه يا جماعه كده؟ قال لك لان الشرخ بتاع الشيل اصلا بيكون جاي كده. متخيلين معايا؟ شرخ الشيك بيكون جاي كده. الشرخ بيجي دايما بالمنظر ده، طب هو ليه بيكسح؟ قال لك من الاخر لان الشرخ جاي كده صح؟ عشان بالبلدي ايه اللي هيحصل؟ عايز يخيط الشرخ، هيروح عامل له الشرخ يعني السيخ مايله في المعاكس. يبقى معنى كده ده شكل الشرخ، بيروح عامل له السيخ في المعاكس عشان يخيط مين؟ الشرخ وما يحصلش. حلو الكلام؟ يبقى رقم واحد ان السيخ بيكون التكسيحه معاكسه لاتجاه الشرخ اللي هيحصل. دي رقم واحد. رقم اثنين ودي مهمة جدا، التكسيحة دايما بتكون موازية لمماس العزوم. مش فاهم يعني ايه موازية لمماس العزوم؟ ده العزم اللي في الكاميرتين اهو يا جماعة، صح الكلام؟ هو العزم هنا فين؟ مش ده كده؟ مماس فين؟
مش اهو؟ صح؟ مماس دي فين؟ اهو؟ هتفاجئ ان التاكسي حاجات معاك كده. يبقى ده كده المماس اهو؟ مماس اهو. فهمتوا معايا اصل ايه؟ طب هنا في دي مماس فين؟ اهو؟ مماس فين؟ اهو. بدا يخش دي كده اهو. يبقى معنى كده ان التكسحه بتكون دايما موازيه لمماس مين؟ العزول. دي رقم اثنين. رقم ثلاثة ودي مهمة جدا 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 تفهمها معايا بس. ايه هي؟ انا لو جبت القلم ده كده يا جماعة وقيت اقصه كده. جبت القلم ده وحبيت اقصه كده بس القلم افقي خلي بالك. جيت اقصه كده. فيها مشكلة؟ طب لو خدت القلم نفس القلم بس ميلته وقصيته برضه راسي. متوقع مين اقوى؟ اذا كان افق ولا اذا كان مايل؟ لا المايل. ليه المايل؟ لان لما كان افقي كان الكروس سكشن بتاع الكاتنج بتاعته كانت سيركل دايره، لكن لما بقى كده وجه يقص كده بقى الكروس سكشن الابسوي قطع ناقص، وبالتالي الكروس سكشن ماله زاد، وده اللي بيخليه يعمل السيخ ماله مايل. عشان القص كده كده لما بيجي بيشتغل بالمركبه الراسيه هي اللي بتقص السيخ، فلما يجي يقص يقص واقف ولا يقص اسف يقص افقي ولا يقص مايل؟ لا مايل هيبقى اقوى جدا. فهمتوا معايا انا قصدي ايه؟ كلام جميل. بعد كده قال لك الحديد السفلي هو اللي بيوصل للركائز، السفلي العدل هو اللي بيوصل للركائز ما يقلش عن كام؟ تلت الحديد السفلي. طب هو فين الحديد السفلي العدل ده؟ هو مش كده المكان صح؟ هو العدل هو السفلي عباره عن ايه يا جماعه؟ السفلي عباره عن جزء العدل اهو صح كده وجزء مين؟ جزء مكسر. قال لك السفلي العدل ده ما يقلش عن الكام؟ عن التلت الحديد السفلي. يعني ممكن يزيد ممكن يزيد تلت الحديد السفلي بس ما يقلش في الغالب عن كام؟ تلت الحديد، وبمعنى اصح ما يقلش عن سيخين. ما يقلش برضه عن كام؟ ما هو مش تيجي تقول لي كان في تلات سياخ ورحت انا عامل مين؟ سيخ واحد ومكسح اثنين، غلط. فاهم معايا انا قصدي ايه؟ لازم ما يقلش السفلي عن كام سيخ؟ سيخين عن سيخين بحد ادنى. لان ده ببساطه جدا السيخ السفلي ده هو اللي بيمسك الكنات من الاول للاخر. فلو انت عملت ده واحد وعملت ده اثنين، لما تيجي تحط كنه هنا كده، كنه هنا ممسوك على كام سيخ تحت؟ سيخ واحد. ما ينفعش. واضح كلامي ايه بقى؟ تمام. اتفقنا؟ طيب، المعلومه اللي بعدها. قال لك سلوك الكاميرا بعد التشريخ اشبه بالارش والستار. ماشي؟ طيب، رقم 10. قال لك سلوك الكاميرا بعد التشريخ اشبه بمين يا جماعه؟ بالارش والستار. هو لما احط حمل على الكاميرا كده مش مهندسين هنا ركزوا معايا ايه اللي بيحصل في الكاميرا لما تيجي تشارج؟ شفتها انا كده؟ شفتها انا كده؟ اللي انا عملته الاخضر ده هو عباره عن سلوك الكاميرا بعد التشريخ صح كده؟ الشكل ده تحت كده بيروح عامل فيه شروخ تنميليه كده يبقى الشكل ده تحت اصبح كما لو كان من الفايبر اللي تحت دي. طب والشروخ الكراكس شكل مين؟ الطبقيات اللي شايلاه. وبالتالي قال لك شكل الكاميرا بعد التشريخ اشبه بالارش ويز مين؟ ويز تارش. طب الحته اللي بعدها بقى علقت الكانه الستيرر هانجرز علقت الكانه ما تقلش عن كام؟ عن 2 فاي 12. يبقى علقت الكانه ما تقلش معايا عن كام؟ 2 فاي. يعني ايه علقت كام؟ بالراحه بالراحه. عندنا بقى ملاحظه رقم 11 بيقول لك علقت الكانه ما تقلش عن 2 فاي 12. علقت الكانه دي اللي هي فين؟ هو مش المفروض يا جماعه ده كده السيخ مكسح وده السيخ مكسح من داخل هنا الناحيه دي. طب معلش تعالوا بالراحه كده ونترجم الكلام ده. المفروض التكسيحه لو انا من ناحيه الحته اللي هي السمبل يعني مفيش كونتينيوتي دي تقل على كام؟ على 7. طب وانا هنا لو في كونتينيوتي يبقى التكسيحه ديت من اول هنا لحد هنا تقل على 5. طب لما يخش هنا هيخش قل على 4 صح الكلام؟ تمام. طب في المنطقه دي في حديد علوي فوق؟ قال لك لا مفيش، لازم يحط حديد مين؟ علوي. الحديد المينيموم ده اللي هو بقى مين؟ علاقه الكانه. الحديد ده بيكون اسمه مين؟ ستيرب هانجرز اللي هو علاقه مين؟ الكنان. الحديد ده لما بيتحط فوق هنا مينيموم بتاعه كام؟ 2 فاي 12. ما احنا اتفقنا اقل حديد في الكاميرا كفاي 12 صح كده؟ كلام جميل. طب ده كده لما يجي احطه بيروح داخل هنا بيه مع السيخ ده 40 الفاي ويخش بيه مع السيخ ده هنا 40 الفاي. طب مع المكسح. ما هو بص من هنا اهو لهنا دي الاوفرلاب ومن هنا لحد هنا يعني دي مقصود بقى الحته دي الاوفرلابنج ما بين السيخين. انتوا مركزين معانا قصدي ايه؟ اللي هي الحته دي كده دي بقى كده دي تبقى كام؟ 40 الفاي. اتفقنا خلاص؟
ده اللي هو الستير اوف هانجرز. ما يقلش عن كام؟ 2 في 12. وهقول لك على معلومه بقى مش مكتوبه ومحدش بيرضى يقولها. اسمعها مع بعض بقى يا ريس. عدد اسياخ علاقه الكانه يساوي عدد افرع الكانه. عدد اسياخ علاقه الكانه يساوي عدد افرع الكانه. مش فاهم حاجه. طب ما تيجي بالراحه ونفهم. بص يا سيدي، هو انت مش عندك ممكن يكون كروس سكشن الكاميرا جاي كده؟ صح الكلام؟ هي دي كده مش 25 وليكن؟ قدر ان دي 25 صح كده؟ راح عامل الكنه ازاي؟ الكنه راح عاملها كده. وادي القفل بتاعها اهو. هو مش المفروض مع كل فرع ممسوك فيه سيخ يمسكه؟ يعني معنى كده هنا ان المينيمم بتاعه هنا يبقى كام سيخ؟ فوق. فوق. ادي سيخه الثاني. يبقى معنى كده هتحط كام سيخ فوق؟ 2 12. طب لان الكاميرا هنا كان عرضها كام؟ طب افرض بقى الكاميرا عرضها زاد او ساوى ل 40 سنتي. الراجل اللي كان بيسال من شويه قبل الحصه على الكاميرا اللي هو العرض كبير. الكاميرا اللي عرضه كبير ده كاميرا بنسميه كاميرا كونفرتر بيمز، كاميرا تحويله. الكاميرا ده بيتعمل عشان لو عايز يزرع عمود عليه. يعني عنده الدور الارضي عامله حاجه معينه وبعد كده عايز يكمل الادوار اللي فوق حاجه ثانيه خالص. فعايز يزرع اعمده جديده. العمود اللي هيتزرع ده الكونفرتر بتاع الكاميرا. كام دور؟ 12 ولا 15 دور؟ هيبقى العمود كماله حمله تقيل فعايز كاميرا تقيله. طب افرض بقى الكاميرا رحت جاي عاملها راح جاي يقطع الكاميرا كده. يعني دي كده هنا اهي بصوا معايا دي اكبر من او تساوي 40 سم. لو عرض الكاميرا اكبر من او يساوي 40 سم مش هيقدر يعمل الكاميرا فرعين زي هناك. امال ايه الصح؟ قال لك الكود لا، قال لك هيروح جاي عامل كانه. شوف دي رايحه ازاي؟ كانه خارجيه. ويرجع يعمل كمان كانه جوه صغيره اهي كانه داخليه بقفل تاني. يبقى معنى كده هيعمل كام فرع للكانه؟ اربعه. ما دام في اربع فروع يبقى في على المينيمم اربع اسياخ ماسكين الاربع فروع. ودي اللي انا عايز اقول لك عليها، انه عدد اسياخ الستير اب هانجرز تساوي عدد افرع مين؟ الكانه. معنى كده اتفقنا؟ طيب هل الكلام ده مفتوح كده؟ افرض الكاميرا عرضها 1.20 متر. هيعمل اربع فروع برضه؟ قال لك لا، الكود بينص على انه المسافه بين فرعين كانت الكاميرا المينيمم 5 سم والماكسيمم 25 سم. يبقى ده اللي بينص عليه الكود. يعني انا وانا عندي الكاميرا بتاعتي بقى 1.20 مثلا، يبقى غصب عني الكاميرا مش هتقل عن كام؟ 6 فروع. صح الكلام؟ وخلي بالك مفيش حاجه اسمها 5 فروع، مفيش فردي. زوجي يا فرعين يا اربعه يا سته يا ثمانيه وهكذا وانت طالع. لان انا ممكن اتقابل بعد كده معاكم بقى في الكاميرا المدفون في مين؟ في الهولو بلوك. هنلاقي الكاميرا معمول عرضها 3 متر. عرض 3 متر، ما انت هتلاقي اصلا الكاميرا دي شايله سبانجا بقى 9 متر. فاهم معايا قصدي ايه؟ طبعا لما تكون على كاميرا عرضها 3 متر اكيد عدد افرع الكاميرا مش هتقل عن كام؟ عن 16 فرع او 12 فرع او 14 فرع. يعني العمليه مالها؟ ضخمه. وبالتالي لازم غصب عن الحديد اللي فوق ما يقلش عن كام؟ عدد الافرع الموجوده. فهمنا حاجه؟ وصلت؟ تمام. بعد كده المعلومه اللي بعدها مهمه قوي. ايه هي؟ بيقول لك يستخدم حديد البرندات لما بيزيد ارتفاع الكاميرا عن كام؟ عن 70 سم. البرندات ده اللي هو مين؟ الشرينكش باص. صح؟ كنا خدناه في الكليه قبل كده. الشرينكش ده بتحط فين يا جماعه؟ بتحط على جناب الكاميرا هنا كده، ادي هنا اهو ادي هنا. بيحط المسافه بين كل سيخ والتاني كام؟ 30 سم. وده بقى يمكن الحاجه الوحيده اللي اقدر احطها في الكاميرا كحديد طولي فاي 10. يبقى تاني اهو الحديد اللي فوق هيمشي فاي كام؟ 12. يبقى معنى كده يا جماعه بتقول حديد الشرينكش بارز، الشرينكش بارز ده الحديد اللي عندنا اللي بيتحط لما يكون دبس الكاميرا زاد عن كام؟ عن 70 سم. وبالتالي ده ممكن يتحط فاي كام؟ 10. ليه؟ قال لك لان نسبه الاريا ستير بتاعته كقيمه اصلا المفروض ان هو ما يقلش عن كام؟ 0.08 الاريا ستيل مين. يعني رقم يكاد يكون لا يذكر. فهمت؟ سيبه يكاد مش هيكمل اصلا سيخ. فبالتالي يبقى ده المينيمم بتاعه كام؟ 2 في 12 على جناب مين؟ على جناب الكاميرا. اتفهمت؟ 2 في 10 اسف. طيب كلام جميل. لو جبنا الصفحه اللي بعدها بقى التركيز على قفل الكانه بقى يا باشا. صفحه 28. التركيز على قفل الكانه الملاحظه رقم 13. قفل الكانه بقى يا باشمهندس. المفروض يكون قفل الكانه في انهي اتجاه اولا؟ كومبريشن ولا تنشن؟ كومبريشن. طب ده وانا شغال في كاميرا، طب وانا شغال في عمود. مش فارقه. مش فارقه هو فين اصلا.
لانه كده كده العمود كفول سيكشن كومبريشن صح. ماشي حضرتك ده سؤال بيسالوه اتفقنا خلاص تمام. طب تعالى هنا انا كده في نص البحر هنا المومنت جاي ازاي صح الكلام؟ معنى كده ان الكومبريشن فوق ولا تحت؟ معنى كده ان التنشن تحت والكومبريشن فين؟ فوق. يبقى معنى كده اف للكان هيكون فوق. طب لو انا هنا عند العمود مومنت ازاي؟ مومنت فوق. يبقى معنى كده اف للكان هيكون فين؟ تحت. لتحت. اتفقنا خلاص؟ طب انا اعملها ازاي في الموقع؟ لا هقول لك بقى تعملها ازاي في الموقع. بص معايا بقى، من المفترض ان هو معروف ان المومنت تقريبا بيموت بعد ربع البحر. هو ده مش النيجاتيف مومنت؟ قال لك النيجاتيف مومنت تقريبا بعد ربع البحر من الركيزه من الناحيه دي ال على 4 من الناحيه دي وال على 4 من الناحيه دي يبدا يحصل اوفرلابنج للمومنت من كله نيجاتيف لكله مين؟ بوزيتيف مومنت. وبالتالي انت بتروح جاي عامل ايه؟ من عند وش العمود ربع البحر من الناحيه دي ربع البحر من الناحيه دي تخلي الحداد يعمل لك الكنات لفين؟ تحت. لتحت. طب في نص البحر فوق. طب هو ده الكلام بتعمل بره؟ هتقول لي اكيد لا، بس لو محسش شاري محترم زي الاي سي جي مش هينفع، ده بستلم منك بسلك الرباط، بسلك الرباط بستلم منك، فاهمين معايا قصدي ايه؟ وبالتالي لازم تكون فاهم الكلام ده هيتعمل ازاي. واضح كلامي؟ نكمل؟ كمل يا باشمهندس. طيب المعلومه اللي بعدها بقى سيبك منها 14 اللي مالهاش لازمه، 15 بقى. 15 ايه بقى؟ افرض يا باشمهندس وانا بحسب المومنت اللي على الكاميرا في الساب، طلع المومنت اللي على الكاميرا في الساب 1 طن متر. حطه في المعادله وبص ما لقاش محتاجه اصلا مين بقى. يبقى اوكي نو رينفورسمنت. هو ايه اللي اوكي نو رينفورسمنت؟ استهبل يعني ايه مفيش حديد؟ لا مش هينفع طبعا صح الكلام. فاكيد في حديد مينيمم هيحكمك في مين؟ في الكاميرا. مينيمم الكاميرا كام بقى اللي ما ينفعش تقلنا عنه ابدا؟ اللي ما ينفعش تقلنا عنه ابدا ان لازم يكون عندي كام سيخ تحت؟ تحت على الاقل مينيمم 3 × 12. واحنا اتفقنا العلوي فوق ما يقلش عن كام؟ 2 × 12. يعني معنى كده اقل عدد الاسياخ في الكاميرا هو كام سيخ؟ 5 × 12. منهم 2 علوي علقت كانت ومنهم 3 مين؟ صفر. لكن افرض بقى كاميرتي، افرض الكاميرا دي وليكن كان قطعها 25 في متر 20 وليكن. قال لك لا لازم احسب بقى مين؟ الاريا ستيل مينيموم بالقانون بتاعها اللي هو 11 البي في الدي على مين؟ على اف. حلو الكلام؟ طب لو حبيت اطلع فعلا الكلام ده على كاميرا زي دي هتبقى كام؟ الاريا ستيل مينيموم هتساوي كام؟ 11 البي كام؟ 25 الدي 115 على كام؟ 3600. صح كده يا جماعه؟ تطلع معايا كذا سنتيمتر مربع. اخد الاريا ستيل ده قارنها بكام؟ ب 3 × 12. الاكبر منهم هو اللي يتحط. يبقى عشان اريحك من الاخر، الاريا ستيل مينيموم الاكبر من 11 بي في الدي على اف ايل او ال 3 فاي كام؟ فاي 12. واضح الكلام؟ طيب الكلام ده كويس مفيش مشكله. طب يا باشمهندس الحته اللي بعدها بقى المفروض، قال لك الحته اللي بعدها المفروض يا باشمهندس ان انا لما اجي اشتغل المفروض انه هيكون عندي عدد اسياخ هتتحط تحت. طب انا احط كام سيخ في الصف الواحد عشان ما يحصلش مين؟ تعشيش. قال لك الكلام ده معتمد على القانون الملاحظه اللي عندكم اللي هي ال ان. قال لك هتساوي بي ناقص 2.5 على الفاي زائد 2.5. يبقى العدد اللي هيطلع من هنا ده عباره عن اكبر عدد اسياخ ممكن يتحط في الصف الواحد في الكاميرا دون ان يحدث تعشيش. طب ال ان دي، طب لو نحط اكزامبل، تعالى نحط اكزامبل، لو الفاي فاي 16 والبي 25 عايز اعرف اشتغل ايه؟ 16 يعني ايه يا جماعه؟ 16 مللي يعني قطر السيخ ده، قطر السيخ ده متر ب 13 مللي، يعني كام بالسنتي؟ سنتي 6 من 10. صح الكلام؟ طب لما اجي اشتغل تبقى كام بقى ان؟ قال لك ان هتساوي 25 ناقص 2.5. بس خرج خامه هي تحطها بايه؟ بالسنتي مش كده؟ يبقى ده بالسنتي 1.8 زائد 2.5. فرضا طلعت معاك 5.5. 5.5 دي معناها مش 5.5 سنتيمتر مربع، ده 5.5 سيخ. ينفع؟ لا. يبقى معنى كده هيقربوا لكام؟ 5 اسياخ. لان لو عمل لسته كده هيقلل ان بقى هيقلل مين؟ المسافات اكتر، وبالتالي هياخد على مين؟ المينيمم. يبقى اشتغل على 5 اسياخ في الصف الواحد ومش هيحصل له مين؟ تعشيش. بس بشرط، لا المفروض ان تمشي على القانون. المفروض الصاله
لو استشاري محترم برضو هرجع اقول نفس الكلمه. واضح كلام ايه؟ لانه لا قدر الله بيحصل تعشيش. وخلي بالك اثناء الصب بيصب بقى بمين؟ ما ينفعش زلط، لازم سن، لان دلوقتي كل الشغل بره شغال بسن، ما عادش حد بيشتغل بزلط غير لو كان عايز يعمل القواعد بس. يعني لو حب يعمل عاديه لا في السقف او في الكاميرات او في العمدة كله شغال بالسن. بس في ملاحظه خطيره في السن، لازم يتغسل السن قبل ما يستخدم، لازم يتغسل قبل ما يستخدم، لان السن بيكون جاي كل مواد قلويه واحماض، مجرد ما بيتحط وتصب وتخلص بيتفاعل مع مدار الزمن مع مين؟ مع الحديد. المواد القلويه حاجات فيها زي الكلوريدات بتعمل تاكل في مين؟ ده الكلوريد بياكل الحديد في ثواني. ماشي، الكلور ده بيروح جاي ياخد الكلوريد ده يا جماعه وياكل الحديد، تفاجئ بعد سنتين ولا حاجه تلاقي السقف كله ماله، بدا يشرخ معاك. ده انا صابب صح وشغال صح، هتلاقيه في الاخر العيب كان ديفكت في الكونستراكشن اللي كان شغال اصلا. بص الكلام، انا فاهم انا قصدي ايه. يبقى معنى كده يفضل دايما انه يتغسل. مين السن؟ هيغسله ازاي؟ بالخرطوم يرش عليه يا جماعه. ما هو مجرد ما يرش بالخرطوم هيتغسل، هينزل فيه مين؟ الحاجه اللي عليه تنزل على الارض وتترمي تحت. واضح الكلام ايه؟ طيب كلام جميل. المعلومه بقى اللي بعد كده مهمه جدا جدا جدا. خلاص مش مشكله. المعلومه اللي بعد كده مهمه جدا بقى. اقصى عدد، اسف، اللي هي بقى مين؟ الكنات. ايه فايده الكنف في الكاميرا؟ ما تبصش عندك، بص لي هنا. خلاف الشير. ان هي تشيل شير وتمسك الاسياخ والكلام ده كله. صلي على النبي. انا دلوقتي لو المومنت جه عندي في الكاميرا كده، مش دي كده بقت كومبريشن؟ دي تحت بقت مالها؟ اكيد ما بين الكومبريشن والتنشن، بصوا ايدي انا مين اهم، ده الكومبريشن والتنشن، اكيد ما بين الاثنين نقطه حصل فيها انفصال، او النقطه الاستريس بتاعها كان بزيرو، اللي هي نقطه مين؟ النيوترال اكسس، صح كده؟ طب لو عند النقطه دي كان الاستريس بصفر وانت جيت كده، مش المفروض دلوقتي لما الاثنين هيتشدوا واحده شد واحده هينضغط هيفصلوا بعض؟ طب كونهم فصلوا كده القطاع اتدمر. طب ركز معايا بقى، مش انا جبت الالمين دول اهم واحد الاثنين شدوا بسهوله، طب لو ربطتهم بحبل هينفع تشدوا؟ يبقى فايت الكنه ايه بقى؟ ما تبصش عندك، بص لي هنا بقى يا ريس عشان تفهمها على طول مدى الحياه بقى. فايت الكنه هي ربط منطقه الشد المشرخه بمنطقه الضغط السليمه، فتكفل ان يعمل القطاع كاميرا وكان وحده واحده بعد عمليه التشريخ. بتلاقي الكاميرا مشرخه وكل حاجه بس واقفش، ما حصلش ان الكاميرا انهارت. ليه؟ اللي رابط الموضوع ومحزمه هو الكنه، كانه حبل وربط الاثنين مع مين؟ مع بعض. اتفقنا خلاص؟ تمام. طيب تعالى بقى نخش على مين؟ على تسليح الكاميرات بقى. انا دلوقتي عندي بروجكت وعايز اعمل له مين؟ تسليح للكاميرات بتاعتي. احط الجدول اللي هجدول ده هجيبه منين؟ ولما اجي اطلع عزوم من السبب هستعمل معاه، اتعامل معاها ازاي؟ طب هل في تكنيك في المكاتب بيشتغل بالكلام ده؟ تعالوا لك التكنيك اللي انا شغال بيه. نشتغل مع بعض. الصفحه اللي بعدها بقى لو سمحت. بنعمل جدول. الجدول ده محتواه او ماهيته بمعنى اصح عباره عن النموذج والتسليح السفلي. احنا اتفقنا التسليح السفلي عندنا، احنا شغال على مين حاليا؟ خلي بالك معايا على مكسح، لسه ما اتكلمناش في الامريكي. تمام. السفلي عندنا عباره عن عدل ومين؟ مكسح. ومكسح والعلوي ده عباره عن هنا بيمثل في الجدول ده، ما هو الا علقت مين؟ علقت الكنه هتبقى في الصوره. ودي الكنات عمتي، دي الكنات هتتحط فين؟ في الكاميرا. صح الكلام؟ الجدول ده ما بيتعملش بالقطاعات بالحديد بس. يعني ما تجيش تقول لي كاميرا قطعها 25 في 70 تسليحها كان كذا، وقطعها وكانت 25 في 30 اسف 40 كان تسليحها كذا، لا. ما بحطش الكروس سكشن دايمنشن في الجدول. انا كل اللي بحطه مين؟ الموديل نيم والرينفورسمنت بتاعت الموديل نفسه. صح الكلام؟ تعالى بقى نشتغل. نمسك اول نموذج عندي كاف واحد. هنحكي واحنا شغالين دلوقتي في حاجات كتير. كاف واحد ده هنعمل له تسليح سفلي 3 12 عدل مكسح مفيش، علوي 2 12 كانت 5 فاي 8، ومش هكتب كلمه عن متر لان انا حاططها فين؟ فوق. لان واحد محترم ممكن يروح شاف كلمه عن متر تحت متر عن متر فوق يقول لك دي هتطير مع دي، ويروح حاطط في الكنف كلها 5 كانت بس في الكاميرا، صح؟ ماشي يا باشا. طيب ده امتى استخدمه؟ اضرب عينك بقى على النموذج ده. هو السفلي اللي فيه كام سيخ تحت؟ ده مش كان المينيمم اللي كان من شويه؟ طب والعلوي هنا كام سيخ؟ مش ده المينيمم اللي كان من شويه؟
يبقى النموذج ده ممكن استخدمه امتى؟ قال لك لو بصيت على اللوحه وامعنت ولقيت كاميرا طولها لا يزيد عن 3 متر، طول الكاميرا يزيد عن 3 متر، دي بيقول لك في الوقت ده يصعب فيها التكسيح، يبقى صعب على الحديد انه يكسح فيها. حلو الكلام؟ وبالتالي المومنت فيها اصلا بيكون ماله قليل، وبالتالي هتاخد معايا انهي نموذج؟ الاولاني. يبقى الاولاني ده بيستخدم امتى؟ لما تكون الكاميرا طولها صغير اقل من 3 متر. راح مستخدمناها احنا النموذج، ها النموذج مين؟ الاولاني يعني. واضح كلامي ايه؟ طب كلام جميل. بيسموها ايه الكاميرا دي في الموقع بقى؟ حد عارف؟ اي كرو اي لونجيتودينال سيكشن طوله اقل من 3 متر بيسمى قطوع. يبقى لو انا عندي كاميرا طولها اقل من 3 متر هيسموها في الموقع مين؟ قطوع. ولو عندي سمين طوله اقل من 3 متر هيسموه برضو قطوع. يبقى القطوع هو عباره عن حاجه طولها اقل من كام؟ من 3 متر. طب زي ايه يا جماعه؟ كاميرا بتاع طوله الحمام. لو عملت كاميرا على طوله الحمام هو ايه ما يضرب طوله الحمام الدم؟ عمرها ما تزيد عن كام؟ على 2 متر ونص. ده يبقى انت كده عامل ايه؟ حاجه عاليه. عاملها قطين، طوله قطين. فاهم معايا قصدي ايه؟ يبقى معنى كده دايما لما يكون الكاميرا طولها اقل من 3 متر او لما يكون السميل اللي طوله اقل من 3 متر بنسميها مين؟ قطوع. واضح الكلام؟ ابدا بقى ادرج نفسي بعد كده في مين بقى؟ في النماذج. ركز معايا بقى عشان تصلح حاجه عندك في المذاكره بسيطه. كاف 2 هتبقى هنا 2 12، هنا 2 12، هنا 2 12، يعني عندك كتب 3 صلحها خليها 2 12. وهنا كام؟ كان على متر 5 فاي 8. وده اول نموذج هشتغل بيه دلوقتي. النموذج ده بقى فيه كام سيخ سفلي؟ 4. 2 عدل و2 مين؟ مكسح. و2 مكسح. طيب لما اجي اراقي النموذج ده بقى، لما اجي اراقي النموذج مش هنخدم واخد واحد اكبر منه كاف 3، لما اجي ارقيه ازود العدل ولا المكسح الاول؟ مكسح. لا المكسح، لان انا قايل ان العدل تلت السفلي انما المكسح هو التلتين، وبالتالي هو ده اللي يهمني. لان المكسح بيضرب عصفورين بحجر، المكسح بيشيل لك الشير ويشيل لك النيجاتيف مومنت اللي عند راس مين؟ العمود، لانه بيطلع فوق. صح الكلام؟ بيقلب فوق صح؟ وبالتالي هنا بقى اروح واخد ده معديه، يبقى ده هنا كام؟ 2 16 ومعاه هنا ده ثابت زي ما هو كام؟ 2 12، ودي هنا تمشي 2 12، ودي هنا تمشي 5 فاي 8. طب لما يجي يرقي النموذج هيرقيه من ناحيه مين المره دي؟ العدل بقى، اتفضل. اه لا الكلام ده هقول لك معناه ايه دلوقتي وانا مشغل دلوقتي. انتوا خليكم بس فاهمين معايا انا بعمل ايه في الجدول بس. ده اللي انا عايز اقول لكم مش اكتر دلوقتي. طب لما يجي يرقي النموذج هيعمل منه كاف كام؟ 4. يبقى ده يترقى يبقى كام؟ 2 فاي 16. وده زي ما هو 2 16. ودي هنا كام؟ ممكن بقى توصل معاك 2 16 بدا بقى يعلي مين؟ ده؟ ودي ممكن تمشي هنا كام؟ 6 8. طيب عدلها في المذكره شويه. لا لا عادي مش مشكله، ممكن تمشي 12 زي ما هي برضه اهي مش مشكله. هنا كاف كام؟ كاف 5. كاف 5. في الكاف 5 بقى هيرقي من ناحيه مين؟ المكسح. تبقى هنا كام؟ 3. كاف 16 وهنا 2 16. انتوا معايا كده خلاص؟ ماشي. هنا يبقى كام؟ 2 في 16. 2 16 بقى وهنا يمشي كام؟ 6 8. طيب النموذج اللي بعده كاف 6 هنا يترقى يبقى كام؟ 3 16 وهنا 3 16 وهنا 2 16 وهنا 6 فاي 8. نعم بيكسح. انا بقول بشتغل الاثنين، في شغل الاهالي بيشتغل مكسح، في الشغل هو اللي ايه؟ الشركات ما عادش بيستخدموا مين؟ ايوه مكسح خالص. فانا هعمل الاثنين هخلص واعمل الثاني بعد على طول. معايا يا جماعه كمل؟ طيب هاجي بعد كده على كاف كام؟ 7. 7 كده بقى انا وصلت لكام سيخ سفلي؟ كتوتال 6. 6 صح؟ اكتر من 6 ما تستخدمش. 6 او 7 يعني اكتر من 7 لا. فاهم معايا قصدي ايه؟ علشان ده لا قدر الله هيخليك ترص الاسياخ على كذا صف. لما تيجي تقول لها رص الاسياخ على كذا صف اوعى تفتكر ان هي هتديك نفس المومنت اوف ريزيستنس. لان كل صف هو انت اصلا مش المفروض، بص اقولها لكم بقى بالتفصيل. هو انا مش بحط ده كده؟ مش الحديد تحت اهو يا جماعه؟ الحديد ده لما يجي يشتغل كمومنت اوف ريزيستنس المومنت بتاعته بتساوي مين؟ هتساوي الاريا ستيل بتاعته في الدبس. ده المومنت ريزيستنس بتاعته. طب لما ارص الحديد واجزعه على اجزاء كل ما انا طالع كل ما صف من نوع من الضرب في دبس اقل من دبس الكاميرا الاساسي، وبالتالي المومنت التوتال اللي في الاخر هيكون اقل من انت قايل عليه اصلا. فهمت انا قصدي ايه؟ وبالتالي انك تحط الازياخ على صفوف كتيره ده مش صح، ده هيقلل من عزم مين؟ الكاميرا كمومنت ريزيستنس.
فهمت معايا قصدي ايه؟ عشان كده بيقرب من مين؟ من نيوترال اكسس. وصلت؟ طيب كلام جميل. يعني معنى كده ممكن ايه نحسب على كده على كام بقى؟ فاي 18 وليكن خلاص هنعمل ده 2 18 وده 2 18 2 16 6 8. وخلي بالكوا هيبدا ده يزيد معاه الكنات تزيد معاك. ليه تزيد معاه؟ لانه كل ما الكاميرا المومنت فيها كان كبير كل ما اكيد الشير كمان كان ماله كبير. ما هو مش تناسب عكس الاثنين ماشيين مع بعض، واحد بيزيد الثاني بيزيد معاه، صح الكلام؟ طيب ويبدا يكمل برضه في الكاف كام؟ في اللي ها انت متشرط تعمل نفس الحكايه. افرض بقى لا في اللوحه كاف بطه بالمنظر ده زي ما هي عندك، كاف مرسومه بطه بالمنظر ده، اهي الكاف البطه دي بقى بنسميها كاميرا مين؟ مدفونه. يبقى لو شفت في جدول الكاميرات كاف بطه الحمله دي عباره عن كاميرا مين؟ مدفونه. طب الكاميرا المدفونه ديت ايه؟ انت ما قلتش عليها حاجه. مش احنا قلنا عندنا ثلاث حاجات؟ الفواتير والكاميرا المدفونه والمخدات. الفواتير الكاميرا المدفونه بنستخدمها امتى بقى؟ في الهولو بلوك. يبقى لما تلاقي واحد يقول لك انا هعمل كاميرا مدفونه في سوليد سلاب تضربه على طول. هيعمل كاميرا مدفونه في سوليد سلاب برضه يتضرب على طول. الكاميرا المدفونه لا يعترف بيها ولا يعترف بيها غير في مين؟ في الهولو بلوك فقط لا غير. غير كده ملهاش لازمه. يعني شغل بقى سوء. ولما تيجي تشيل هيقول لك ما هي شايله ما هي خلاص انا سرها باتا. الكلمتين اللي بيتقالوا في جامعه الزقازيق دايما. تيجي تقول لهم المشروع سيف يقول لك من الخرسانه سرها باتا. فاهمين معايا؟ ايه عفريت فيها مثلا؟ معايا يا جماعه كمل؟ يبقى دي الكاميرا مين؟ المدفونه، ما تحطش كاميرا مدفونه فلات. الهول بلوك بس. ما لسه هنتكلم فيها بالتفصيل يا جماعه، ناخدها ديزاين بالتفصيل في الهول بلوك ان شاء الله. تحط الهول بلوك خلاص؟ طيب لو لقيت بقى عندك معلش انا مش هعملها فوق بقى عشان بس تشوف. لان دايما في الترتيبه بيحط مين؟ الكاميرا السايت، بعدين الكاميرا المدفون، بعدين كده مين؟ الكانتليفرز. لو لقيت عندي بقى عامل لي حاجه اسمها كا وكا واحد مليار، كا دي اختصار مين؟ مش كانتليفر، اختصار كابولي العرب بتاعها، مش اي حاجه نقلبها مع حاجه ثانيه. يبقى دي اختصار مين؟ كابولي. دي ترجمه الكانتليفر بالعربي كابولي. لو بصيت بقى على الكابولي ده ولقيت المهندس المحترم اللي مصمم دي بقى اللي بيعرفك المهندس اللي شغال ده بيفهم ولا لا. راح عامل السفلي وليكن في العدل هنا 4 16 عمل المكسح مفيش، وراح عامل العلو هنا 4 16 وعمل الكنات وليكن 6 فاي 8 على المتر مثلا. اول ما ابص على اللوحه او على الجدول والقى المحترم ده عامل هنا العلو 16 والسفلي نفس العدد افهم انه بتاع بطيخ واقرع كمان ووتر ميلون يعني واقرع كمان. ليه بقى يا باشا؟ صلى على النبي وتعالى نشوف مع بعض بالتفصيل ليه؟ تعال افهمك ليه. ده يا محترم لان انا لو جيت رسمت قطاع الكانتليفر اهو، ادي الكانتليفر اهو صح كده يا جماعه؟ وادي العمود وادي الامتداد جوه مش كده؟ المومنت شكله ايه؟ مومنت جاي كده هيخش هنا باي كام؟ معنى كده ان كله موجود فين هنا؟ فوق. فوق كله موجود فوق هنا. معنى كده ان الحديد الرئيسي هيتحط فين؟ فوق. طب هو دي كده عباره عن مين الحته دي؟ اكتب معانا دي مهمه قوي. دي اللي كانتليفر من وش العمود بره مش من جوه. دي اللي كانتليفر واضح الكلام؟ فالعمود هيخش فيها جوه كام؟ واحد ونص اللي كانتليفر. فاهمين معايا قصدي ايه؟ يعني هيروح واخد الشغل دي ودخل بيها فين؟ لحد هنا كده. دول كده كام سيخ؟ 1 2 3 4 4 سيخ في 16. طب كلام جميل. هو مش لسه هيحط كنات؟ ادي الكنات اهي. طب الكنات كده بتشال من فوق على مين؟ المتربطه فوق محل العلو. طب من تحت لازم يحط لها حديد صح؟ طب هي من تحت محتاجه حديد رئيسي ولا علقت كانه؟ علقت كانه. بس يبقى لو حط هنا كام؟ 2 فاي 12. يبقى كونه عامل دي 4 16 ده مستعبط. ده كده بيكلف الملك اكتر. هتيجي تقول لي يا ام جت على دي؟ اه هتيجي على دي. تيجي على ربع سيخ. انت مهندس. هتشتغل في مكتب يبقى لازم كل سيخ بتقف عليه. فاهمين معايا قصدي ايه؟ يبقى المعنى كده هيروح عامل دي كام بقى هنا؟ 2 12 ده راجل محترم. في واحد بقى بيفكر في الشوب درون هيروح عاملهم كام؟ بدل 2 12 هيروح عاملها كام؟ 2 16. ده معناه انه هيعمل ايه بقى لو عملهم 2 16؟ هو كام شوكه فوق؟ صح؟ كلام جميل. بص معايا بقى تفرقتهم ازاي؟ هيروح واخد اتنين عادي خالص كده. يبقى كده لازال في فوق كام ها؟ 2 16.
وهياخد الاثنين التانيين هيجيبهم كده اللي هم على الاطراف بره يروح عاملهم كده. يبقى كده في كام فوق برضو؟ 2 16. يبقى التوتال فوق بقى كام سيخ؟ 4. وراح واخد الاثنين منهم بس هم اللي عمل لهم مين؟ ما تلاش 4 تاني 2 بس. فهمت انا قصدي ايه؟ وراح موصل عليهم مين؟ الكائن. بس لما خد اثنين خد الاثنين اللي جوه ولا الاثنين اللي بره في القطاع؟ الاثنين على الاطراف عشان هم ده اللي هيمسكوا الكائن. وصل كلامي ايه؟ فهمتوا معانا قصدي؟ ما فهمتوش؟ اتفقنا؟ يبقى معنى كده لما اجي اشتغل على الكانتليفر اكون فاهم ان السفلي في الكانتليفر يا جماعه علقت كانه. يستحيل يكون رئيسي. مفيش واحد هيجي يحط راسه كده تحت الكانتليفر ويزقه من تحت. انت دايما شغال اندر جرافيتي. صح الكلام؟ اكمل؟ طيب الكلام ده كده اتفهم؟ طب حلو. طب انا بقى لما اجي اشتغل هو الساب. الساب يا باشمهندس. لما بتيجي تطلع من عليه العزوم الساب. لما بتيجي تشتغل على الساب بيطلع لك حديد. محتاجه كام حديد؟ لا طبعا الساب بيطلع سترينج اكشنز نورمال وشير وبيندنج مومنت. صح الكلام؟ طيب انا بقى عايز اعمل حركه ظريفه. ايه هي؟ مش الساب هيديني مومنت؟ حلو الكلام. وانا مش عامل جدول. مش الحديد ده لو اتحط في اي نموذج كاميرا بدبس معين هيديني مومنت ريزيستنس بالشكل الفلاني؟ لو كان مومنت ريزيستنس من شويه لو كنت ليا ستيل في مين؟ في الدبس. صح الكلام؟ طيب لو انا اخدت المومنت من الساب وقارنته بالمومنت اللي انا بقوله عليه من النماذج ده وطلعت النموذج هتبقى العمليه سهله ولا لا؟ قال لك هتبقى سهله. افهم بقى انا رايح فين. هو مش عندك انت المومنت الاريا ستيل بتساوي ايه؟ كالتيميت. اما التيميت هتقف في جي دي. تتنظر ان الجدول اللي انا عامله عندك معتمد على الوركينج فهشتغل وركينج. يعني معنى كده هقول ان الاريا ستيل هتساوي كام؟ المومنت وركينج على الكي 2 في الدبس. ده يعادل ده يا جماعه بس ده الوركينج بتاعه. حلو الكلام؟ لو انت عايز تحول من ده يضرب ركبه في 1.5 خلاص؟ طيب ركزوا معايا بقى بالراحه. هو اول نموذج كان فيه كام سيخ؟ خلي بالك الكي 2 في الكاميرات بناخدها ب 1800. طيب هو انا عندي الاريا ستيل اللي في مصر كام؟ الاسياخ ما تيجي نصهم مع بعض كده بسرعه. تعالى هحط لك هنا الفاي هحط لك هنا الاريا ستيل. لو الحديد بتاعي فاي 10 والاريا ستيل هنحطها بالسنتيمتر المربع. لو فاي 10 تبقى 0.785 الاريا ستيل بتاعته مش هتبقى حافظهم على طول. ماشي معايا؟ ده اللي موجود في مصر بتشتغل عليه دايما. ما تجيش بقى تقول لي فاي 13 ولا فاي 14 ولا الحوارات دي. تعالى يا ريس يبقى الفاي اللي بعدها الفاي كام؟ 12 1.13 فاي 16 2.01 الفاي 18 2.54 الفاي 20 بقى موجود في السوق دلوقتي 3.14 3.10% الفاي 22 3.8 الفاي 25 4.9 ده اللي ممكن تتعرض له في حياتك كلها على الشغل العادي المباني. واضح كلامي خلاص؟ اكمل؟ طيب لو جيت بقى اعوض في الكلام ده يا ريس لو جيت اعوض في الكلام ده هلقى نفسي بقول ايه؟ عايز بقى اجيب مين؟ الام وركينج بدلاله مين؟ يبقى الكون هيبقى عباره عن ايه؟ اريا ستيل في الكي 2 في مين يا محترم؟ في الدي. في الدي. طيب لو خدت اول نموذج يا جماعه وحبيت اتكلم عليه يبقى هتساوي كام اريا ستيل؟ 3 في كام؟ 3 انا بتكلم على السفلي مجموع السفلي خلي بالك كمان مش السفلي العادي بس يعني لما اجي اتكلم بس على كف 4 يبقى 4 16 واضح كلامي يا جماعه؟ لما اجي اتكلم على كف 5 5 16 تمام يبقى دي كده اضربها في الكيتو اللي هي بكام؟ 1800 في الدبس مش انا ممكن اعمل الكاميرا 50 مش ممكن اعملها 60 70 80 صح الكلام؟ طب هو انا التي عندي الكفر بكام في الكاميرات؟ 3 سم. طب في السقف 1.5. طب في الاواعي 5 سم. طب في الاعمده 2.5 سم. اتفقنا خلاص؟ يبقى لما اجي اشتغل دلوقتي بقى عايز اجيب الحديد ده لو اتحط في كاميرا 50 يديني عزم كام؟ اروح ضارب هنا في كام؟ في
في 47. مش كده يا جماعه؟ رحمة اليموم انت شك. طب لو حطيت نفس النموذج في كاميرا 60 يبقى هضرب في كام؟ طب لو نفس النموذج في كاميرا 70 صح ولا مع نفسي؟ اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ وضحت؟ كلام جميل. طب على هذا الوضع مش معنى كده ان الحديد ده لو اتحط في كل كاميرا من الكاميرات دي هيديني عزم شكل؟ هات لي بقى صفحه كام معاك في المذكره يا باشا؟ صفحه 32. بس في معلومه خطيره عايز اقولها الاول، ويمكن المعلومه دي بتمنحها في المشروع. باشمهندس طلع على النت قبل ما ارجع لك تاني هكمل عشان ما ننساهاش. بس مش انا عملت الجدول ده كده؟ الجدول ده حطيت فيه النماذج الكاميرات بتاعتي صح؟ وحطيته في روح سقف مثلا البدروم، وانا عندي مش المشروع بتاعي مثلا حوالي 5 6 سقف، سقف بدروم وسقف ارضي وسقف اول وسقف تاني وهكذا. كلام جميل. باشمهندس المحترم عامل ده واحد وسقف البدروم، طلع عايز يشتغل في سقف الدور الارضي صح؟ هيروح عامل جدول كاميرات جديد، اشتغل في سقف الدور الثاني راح عامل جدول كاميرات جديد خالص. كونك بتعمل جدول كاميرات جديد ولو مره واحده فيت المستيك. ليه بقى فيت المستيك؟ عين انتباهك بقى يا ريس. هو انا دلوقتي مش انا عملت ده؟ ده دلوقتي لما احطه في اللوحه ويطلع نماذج منه مش موجوده في الرسمه مش عادي؟ عادي طبعا. انما اللي مش عادي ايه هو؟ ان انا اعمل هنا نماذج في الرسمه اكتب كف 10 مثلا هي مش موجوده هنا، يبقى ده غلط. فاهم معايا قصدي ايه؟ دي نقطه. الحداد عينك بقى المشكله تطلع فين؟ اهي بقى المشكله، اهي البروبلم هنا، اهي الحداد في الموقع. مجرد ما بيمسك اول لوحه سقف بيصم جدول الكاميرات، بيصمه. انتوا معايا؟ تيجي انت تروح مطلعه على الدور اللي فوق ما بيبصش في جدول الكاميرات تاني، لانه حافظه من مين؟ من اول دور. انت بقى رحت كنت عامله في الجدول الاولاني ان كاف 5، رحت عامله في الجدول الثاني ان كاف 1. 2 16 كام؟ 3 16. هو من غير ما يبص عارف ان كاف واحد كام؟ اللي تحت 3 12. وراح مرصع الموضوع كله ومظبط الموضوع، تلاقي الدور كله طلع عن صيف. ليه؟ عشان معاليك مش عايز تؤمن بالانتظاميه في المشروع. انت بتتعامل مع راجل لسه بدائي، كل اللي بيعمله بيقرا بيكتب بس. فاهم معايا قصدي ايه؟ ما يفهمش ان انت عامل تركه في اللوحه. يا جماعه شغل بره لا يجوز وضع اي تركات في اللوح. بقدر الامكان تكون اللوحه واضحه بكل شيء، بكل المعالم، بكل الدايمنشنز المختلفه. ما تجيش تقول انا هعمل تريك اشوف هيعمل ايه. مش تعمل تريك اشوف هيعمل. انت مش بتدي حاجه لحد في الكليه، بتديها لمين؟ هتتنفس. كل نقطه بتحطها بتتنفس، نقطه بتتنفس. ما تجيش تقول انا هفبرك. فبرك مين يا عم؟ ده فلوس، ده حاجه هتقعد ارواح ناس. فاهمين معايا انا قصدي ايه؟ يبقى جدول الكاميرات لما بيتعمل هو اللي بيتحط في جميع مين؟ اللي وحدونا تغيير اي نموذج منه باسم تاني. ودي مهمه جدا كان لازم اقولها. خلاص ارجع بقى ليكم على الجدول اللي انت شفته ده. الجدول صفحه 32 عباره عن ايه بقى؟ بيحكي في اللي انا بقوله. حط النماذج، حاطط مين؟ معاك مذكر. حاطط النماذج وحاطط قدام كل نموذج المومنت اوف مين؟ ريزيستنس في الجنب. لو الكاميرا كانت 50 او 60 او 70 او 80 عادي زود انت، زود براحتك. انا ماشي بداله معينه. فاهمين معايا قصدي ايه؟ كلام جميل. يعني مثلا سي لو مسكنا كاف زي كاف 4، الصفر بتاعها كان كام؟ 4 16. الصفر بتاعها كام؟ 4 16 صح الكلام؟ طيب كاف 4 ديت كانت لو اتحطت ال 14 في كاميرا 50 هيديك عزم كام؟ 6 ونص. طب لو في كاميرا 60؟ 7 96. طب لو في كاميرا 70؟ 7 41. 9 41. طب لو في 80؟ ايه اللي عمال يزودها كده؟ الاثنين الاولين الاريا ستيل والكي 2 ثابتين في المعدل. اللي عمال يحصل فرايتي فيه هو مين؟ الدبس. وضح الكلام. طب تعالى بقى يا ريس اخدك من دي واحط لك كاميرا تعالى نصممها مع بعض ونطلع الاريا ستيل بتاعتها. ممكن بقى بالوضع اللي انا علمته لك دلوقتي ده تخلص كاميرات المشروع بالكامل في لا يزيد عن 5 دقائق. مجرد نمزجه مش اكتر. تشوف مع بعض هنعمل ايه؟ ركز لي بقى. باشمهندس صلى على النبي، عندي كاميرا كده على الساب عباره عن 3 سبينز بالمنظر ده. حلو الكلام؟ هي اصلها في اللوحه كان شكلها ايه في اللوحه؟ انا ده تمشي مع اللوحه برضه. اللوحه كانت كده. ادي هنا العمود ده،
خبرك عشان الكاميرا تنصف هنرسم كده. يبقى في فرق بين الكاميرا والعمود، لان العمود 25 اهو، وادي العمود هنا اهو. ده كده شكلها في اللوحه، كلام جميل. عايز بقى احط على كل واحده منهم النموذج بتاعها. هو انا مش كنت معلمك الحصه اللي فاتت ان انا بكتب على كل كاميرا كف واحد واسيبها واطلع اجري؟ عشان ايه بعد ما اخش الساب اطلع الواحد ده غيرها مين؟ النموذج اللي هيطلع معايا تبقى للمومن، صح الكلام؟ تعالى بقى يا ريس اعمل ايه؟ الراجل انا كنت مصمم ان الكاميرا كانت كام؟ يبقى معنى كده ان لعبك في الجدول اللي في ايدك كله على عمود السبعين، عينك كلها على عمود مين؟ السبعين. تعالى بقى، كونك بتشتغل اول حاجه تنساها وانت متاكد العلم، انساه خالص كانه مش موجود. مش في مفيش علو يا سيدي خالص في المشروع. اهدى معايا وتشوف هتعمل ايه؟ كلام جميل. اجي بقى تعالى امسك بقى السفره. هي المومنت هنا كام؟ اروح داخل على مين؟ عمود السبعين قدامك. بس لو لقيت الرقم في نفس الرينج الموجود اطلع عنه بدرجه. يعني ايه؟ هو اقرب حاجه دي كام عندك في الجدول بتاع السبعين؟ 49 صح؟ طب هي معاها في نفس الرقم ولا مش معاها في نفس الرقم؟ معاها، يبقى ايه على رقم اعلى منه. ليه؟ لان الكاميرا كانت كام؟ 12. كون الكاميرا 12 هتقلل معاك من قيمه الكي 2، كانت بتضرب الى 1800 هتقل، فعشان خاطر هتقل ممكن مش لبس كام. هي هتلعب في رينج عمق عرضك عرض 25 سنتي بس، ممكن تقل نتيجه مين؟ ان الكاميرا 12 مش هتقل كتير بس هتقل رقم. فاهم معايا قصدي؟ طب عشان اسيف نفسي دايما لو لقيت الرقم بتاعي في نفس الرقم اللي في الجدول اعلى منه برقم. بمعنى دي كام؟ اقرب حاجه لها 9 وكام؟ لا يبقى 11، هشتغل على 11 اللي بعدها. وصلت؟ كلام جميل. ال 11 دي بقى كام؟ 11 76 صح؟ امشي افقي بقى لحد ما اجيب النموذج. بقت كاف كام؟ هروح جاي كاتب في اللوحه بقى اهي، امسح الواحده اللي كانت موجوده تبقى كام؟ 5 12 في كام؟ 70 في 70. اطلع بقى فوق عشان اعلمك التسليح. هنا بقى انا لو عايز افرط بقى عشان اشوف هيحصل ايه؟ كاف 5 عندك مساحه كام؟ 2 16 عدل و 3 16 مكسح. هعمله نجمه كده عشان يبان معايا بس دلوقتي. عندكم هتقعدوا تتفهموا. طب اللي بعدها 8 و 3 من 10 دي كام؟ 9 بقى تمشي مع التسعه صح؟ يبقى دي كده كاف كام؟ كاف 4 12 في كام؟ في 70. تمشي 2 16 عدل 2 16 مكسح. علشان انا بقول لو هنا الرقم يعني هنا كام؟ 9 في نفس الرينج بالظبط تطلع معاك انصيف. يعني لو دققت شويه ده ممكن يطلع انصيف. يبقى خليني مين؟ ما هو بقول لك انا بقول على 9 ما بقولش على 4 من 10. تمام. بقى بقى عندها الدرجه وصلت. هيبقى عندها الدرجه يعني. اه انا بعد على طول اللي هو 11. انا زودت كده في حاجات كتير. لا حاجات بسيطه. هنا يا جماعه دي 6 وكام؟ تمشي معاك على كام؟ 7 35 اللي هي كاف كام؟ يبقى كام؟ 3 12 في 70. حلوه اللعبه دي؟ في ثواني بقى تخلص بها مين؟ كبر المشروع كله. ولا تقول لي بقى هخش على جدول ولا السي على الدي ولا الجي ولا الكلام ده كله. في سؤال بيطرح نفسه، الشير. انت كده ما عملتش تشيك شير. في الغالب الكاميرات كلها بتكون سيف في الشير. هقول لك انهي كاميرا تشك فيها وانت شغال المره الجايه ان شاء الله واحنا شغالين في الحصه. اتفضل يا باشا. هو الجدول اللي معانا حضرتك بتاع ده انقطاع 25 في 70 او 12 في 70 كله ماشي معاك. ماشي؟ طيب تعالى كمل معايا بقى. هنا ده هيبقى كام زي ما احنا قلنا؟ كام 3؟ كام يا جماعه كانت تسلح معاكم؟ 2 12 و2 16 و16 ماله؟ مكسح. طب تعالى بقى نفرض الحديد على الكاميرا تحت هنا بقى يا ريس. تعالى بهدوء ونشوف. دلوقتي هنا العدل كام؟ 2 يبقى هيمشي كده 2 هنا. صح الكلام؟ كام مكسح؟ يبقى هيجي بص المكسح هيخش زي ما اتفقنا مين ها؟ ربع البحر المجاور. دول كده كام سيخ هنا؟ 3. طيب بالنسبة للكاميرا اللي جنبها العدل كام؟ 2 16. 2 16؟ طب المكسح؟ 2 16. يبقى هيخش ربع البحر المجاور. يبقى ادي كده هنا 2 وادي كده هنا 2. فهمنا حاجه؟ طيب اللي هنا 2 12 وهنا فيها معاها كام؟
2 16 اتمنى تكون اتفهمت التفصيله اللي عملتها دي. ربع البحر المجاور مش ربع البحر اللي طالع منه اصلا، واضح كلامي ايه؟ ما هي المفروض تمشي على الكبير، بس تخليك في المجاور خلاص. هي المفروض ايه اللي بيجر من الاثنين؟ ماشي؟ طيب اكمل. طب انا دلوقتي كده خلصت البوزيتيف صح؟ اطلع بقى شيك على مين يا باشا؟ النيجاتيف. هو هنا بقى اعرفه راس العمود ده فيه كام سيخ؟ ما هو يا جماعه 3 من هنا و2 من هنا، يبقى التوتال بقى فيه كام؟ 5 16. اطلع على الجدول بقى اشوف انهي نموذج اللي كان فيه 5 16. اللي هو كان انهي كاف؟ كاف 5. كاف 5. امشي معاها لحد لما اطلع ال 70. ادتني عزم كام؟ عزم مكافئ كام؟ 11 76. طب العزم الاكشوال اللي هنا كام؟ 10. يبقى سيف وزي الفل. مش محتاج احط حديد اضافي. يبقى كده سيف في النيجاتيف. وضحت؟ تاني. انا عندي كده كام سيخ فوق؟ 5 16 صح؟ ال 5 16 دول يا جماعه انا حاططهم هنا. المفروض يطلع العزم المكافئ كام ليهم؟ ببص على كده 11 وكسر. طب العزم النيجاتيف هنا اصلا كام؟ 10. يبقى اقل منه، يبقى كده الحديد مكسف، العزم مكسح ماله سيخ. طب لما اجي ابص هنا بقى، تعال نشوف هنا. هنا برضو كام سيخ؟ 4. 4 16 4 9 41 9 كام؟ 9 41 مش مساوي. افرض بقى دي مش 14، خليها مثلا 11 مش مساوي. 9 كام؟ 41 41. انعزم الاكشوال كام؟ يبقى مش مساوي. لازم احط حديد اضافي غير المكسح اللي موجود. وصلت؟ اجيبه منين؟ هو انت مش الاصل 11 والمكسح عامل لك الرقم ده؟ يبقى الحديد الموجود عباره عن ايه؟ فرق الاثنين صح كده؟ هروح جايب بقى المومنت الفرق ما بينهم اللي هو كام؟ ال 11 ناقص مين؟ 9 41 تطلع معاك بكام؟ 1 59 51 طن متر. اخد دي واخش بيها القانون من اول وجديد واروح ضاربها اهي في 10 اس 5 صح كده؟ على كام؟ على ال 1800 في 67 واروح مطلع الاريا ستيل سنتيمتر مربع. انت طلعت اريا ستيل صغيره جدا مش مكمله سيخ في 12. ده الرقم بتاعي كام؟ 2 في 12. يا جماعه احنا قلنا مفيش فاي 10 يا علوي ولا سفلي. هقول حاجه فاي 12 راح اطلع معايا وليكن كام سيخ؟ 2 12. وضح الكلام؟ معناها 2 12 ايه؟ معناها انه هيجي بقى الحداد هياخد 2 مكسح و2 مكسح وهيحط معاهم هنا اضافي فوق عدل كام سيخ؟ 2 12 اضافي عدل. معنى كده ان اجمالي اللي فوق راس العمود ده كام سيخ كده؟ 6. جم منين السته؟ الاثنين المكسح بتوع الناحيه دي والاثنين مكسح الناحيه دي زائد 2 12 هتحطه فين؟ طب احطها ازاي في اللوحه؟ دي كده تفريد انا ما بفردش في اللوح، دي شوب دروم. بحطها ازاي؟ لا مش ملاحظات بقى. بص معايا، هتروح جاي على اللوحه الاصليه مش تكتب نماذج كده؟ هيروح جاي هنا راسم السيخ كده فوق بطوله ده اضافي تسيب كده في اللوحه ده ما بيكتبش خالص اهو. يعني ده بص النموذج بتاع اللوحه نفسه اللي بتحطه في اللوح ولو كاتب هنا فوق كام؟ 2 فاي 12 اضافي علوي للكاميرا ويكتب تحت لام تساوي وليكن سي 3 متر لان المفترض انه يخش هنا كام؟ ال على 4 وال على 4 بحد ادنى كام؟ 3 متر كطول سيخ. وصل الكلام معاك يعني؟ اتفقنا؟ فهمنا هتصلح ازاي الكاميرا؟ واحد ولا ما وضحتش يا جماعه؟ طب كلام جميل. ده بالنسبه لمين؟ للمجمل بتاع الجزئيه دي. باشمهندس يعني انا بس باشا ماشي طبعا كده هنكتب مش هنصور. يعني انا اشتغلت الجدول ده بناء على الجدول اللي انا عامله من الاول. لو انت عامل جدول تاني هيبقى نفس التكنيك، هتجيب العزم المكافئ برضه تشتغل. انا طلعت تحليل التسريع وكده على اساس ان انا مثبت ده من الاول او انا اللي عامل ده من الاول. بالظبط. الحاجه دي طيب انت تكتب ورايا كل حاجه معاك بالظبط. ماشي خلاص اتفقنا؟ في مشكلة كده خلاص؟ طيب المشكلة بقى موجودة فين؟ بص يا سيدي بقى صلي على النبي. لو أنا عندي كاميرا كده والمومنت راح جاي كده مش ده وارد؟ يكون باكية صغيرة ما بين باكيتين كبار المومنت فيها هيقلب ما قلبش. طب ده حله إيه؟ افرض بقى إن دي كانت واخدة معاك وليكن كاف 7 ودي وليكن كاف 6 مثلا مثلا خلصتها وسلحت. اجي اشتغل دلوقتي بقى مش المفترض
ان دي فيها مكسح ودي فيها مكسح، صح الكلام؟ طب لما اجي افرض المكسح ده اتفرض ازاي؟ هيجي كده بس هنعمل ايه؟ هيفضل ماشي لحد ما يخش جوه البحر المجاور الناحيه الثانيه اللي مش هينفع يقف هنا، لان دي منطقه تنشن وما ينفعش يوقف سيخ في مين؟ تنشن. طب لما يجي من الكسح بتاع الناحيه دي مش هيجي كده ويمشي يمشي يمشي لحد ما يخش ربع هناك؟ حلو، بقت الباكيه اللي في النص تسليحها السفلي جه من نموذج خاص بيها ولا من النموذجين اللي جنبها؟ شكرا. طيب تعالى لي، مش المفترض ان هيحط فيها كنات كده؟ صح. طب هي بمونت فيها دلوقتي كله تقريبا فين؟ يعني الحديد اللي تحت يبقى علقت مين؟ كان هيروح عامل ايه؟ مش دي كان فيها حديد سفلي اهي صح، ودي فيها حديد سفلي عدل، ياخد اي اتنين من دول ويمدهم المد دول جابهم كده ودول ثبتهم زي ما هم ويروح معلق مين؟ الكلام. يبقى معنى كده الكاميرا دي اللي في النص بالكامل فوق وتحت جت من تسليحها ولا من الكاميرتين اللي جنبها؟ يبقى اسمها ايه بقى في اللوحه وانت بتكتبها؟ هيكون اسمها ايه بقى؟ بص ركز، امتداد كاف كام؟ 6 وكاف كام؟ 7 12 في 70. اول ما الحديد ده نقطه كلمه امتداد يفهم ان التسليح هيعدي من الناحيه دي. فهمنا حاجه؟ يفهم التسليح هيعدي منين؟ من ناحيتين. اتمنى تكون وصلت. ماشي، التسليح الصوفي ده بحط لها سيخ علاقه لوحده ولا سيخين؟ اخد سيخين من هنا ومن هنا مديهم بس بالصوفي الموجود. اتفقنا؟ طب الكلام ده كان على اعتبار مين؟ انا شغال حديد مين؟ طب لو هشتغل بقى بالنظام الامريكي هتصرف ازاي؟ تعالى بقى نكتب على السبوره اللي مش عندك في المذكره. ركز معايا بقى. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. لو الكاميرات بقى هنشتغل بالنظام الامريكي مفيش مين؟ مفيش مكسر. هتلاقي الحوار كله عندك بقى الحديد اتعكس للقايل. هو في الجدول اللي فات كان السفلي كام خانه؟ خانتين، عدل ومكسر، وكان العدل هو اللي علقت بس كان مين؟ مش اكتر، صح؟ طب هنا اتعكس للقايل بقى. هنا بقى السفلي كام حاجه؟ واحده بس اللي هو العدل. طب والعلوي بقى اتنين. علوي اسمه ايه؟ منتصف البحر. وعلوي فوق؟ بس شكرا. وضح الكلام؟ طيب ركزوا معايا لو سمحتوا. لما اجي اتكلم على كاميرا سيمبل زي كده اكيد المومنت الدفاع الرئيسي كله فين؟ تحت. يبقى بالتالي السفلي العدل هو شايل منين الحديد مين؟ البوست في اللي تحت. يبقى معنى كده ده متخصص في مين؟ في البوست في مومنت. مظبوط كده؟ طب تمام. العلو بقى اللي فوق الركيزه ده متخصص في مين؟ ده في النيجاتيف مومنت. طب العلو من صف البحر؟ لا ده علقت كده. فرق ما بين كل واحده والتانيه. اتفقنا خلاص؟ تمام. تعالى بقى نشتغل يا منير. بص يا باشا. كاميرا زي اللي فوق دي سيمبل صح؟ المفترض ان المومنت كله فين؟ لا هو مش كله تحت بصراحه. هو في هنا قيمة صغيرة وهنا في قيمة صغيرة. اللي هي دبليو ال سكوير على كام؟ 24. بس انا لو خدت العلاقة ومشيتها من الأول للآخر هتكفي ال 24 دي وزيادة. فهمتوا معانا قصدي ايه؟ لأن المومنت ده ماله صغير جدا جدا جدا. وبالتالي علاقة الكنة بتغطيه مين؟ وزيادة. حلو الكلام. طيب هنا دلوقتي يبقى السم دي كان فيها مين؟ سفلي عدل وعلو منتصف مين؟ بحر جريم. طب هنا في دي؟ في تحت هنا مين؟ وهنا؟ وهنا في مين؟ فوق الركيزه. فلو جيت ابص بقى على الجدول الجديد اللي هيبقى موجود معاك، الجدول ده موجود صفحه كام؟ طبعا الورق اللي موجود بعد الجدول الاولاني ده بقى، الورق الموجود ده كله اللي هو فيه البلان اللي معاك ده فيه مومنت وهو ازاي هيوقع منه مين؟ نماذج الكاميرات. انتوا معايا؟ تمام. الجدول ده بقى صفحه كام؟ 40. هتلاقي جدول العمليه اختلف بقى. الجدول فيه الحديد السفلي ماله؟ ها مكتوب عليه سفلي مين؟ عدل. طيب والتاني اللي هو عندنا العلوي فوق ركزه منتصف البحر. طب ما تركز مع بعض. بص يا فندم، ده دلوقتي في سفلي مين؟ عدل. وفي مين؟ عدل. وفي فوق ركيزه صح. يبقى لازم اللي جنبه هيكون فيه سفلي عدل وعلوي منتصف البحر بس ما يكونش معاه فوق ركيزه. فهمت انا قصدي ايه؟ انا عايز فوق ركيزه يكون كم مره؟ مرة واحدة بس. طب عشان خاطر كده لو جيت تبص على الجدول اللي معاك هتلاقي النماذج عندك نماذج فردية ونماذج زوجية. لو مسكت النماذج الفردي الأولاني كاف واحد. كاف واحد كان معمول الحديد بتاعه، اقرا معايا. 16 مالها؟ العدل مفيش فوق الركيزة. عمل أخوه كاف اتنين بس في فوق الركيزة بنفس القيمة. صح كده؟ طب كاف تلاتة كام؟
ده 16 معاها فور ركيزه؟ لا، بس لو كف اربعه معاها فور ركيزه. واضح كلامي؟ طب انا عايز اقول لك على حاجه بقى، ده يوم ما ياخد هياخد معايا انهي نموذج، فردي ولا زوجي؟ هياخد فردي، لان انا عايز في ده ما يكونش فيه مين؟ فور ركيزه. صح الكلام؟ امتى يكون فيه فور ركيزه؟ لو كان كونتينيوتي، في كونتينيوتي في الموضوع. واضح كلامي خلاص؟ طب كلام جميل. ده معناه ايه بقى؟ ان انا عايزك لما يكون في كمرتين جنب بعض، يعني تفترض اللي في النص ده كده السبورت، تفترض اللي في النص ده كده السبورت العمود اهو، صح؟ عندي كاميرا وكاميرا، اوعى تعملي نموذجين زاويين جنب بعض ولا نموذجين فرديين جنب بعض. ليه ما عملش نموذجين زاويين جنب بعض؟ عشان ما يعملش حليل فوق الركيزه الدبل. وصلت؟ ما لو انت عملت من هنا فوق الركيزه وهنا فوق الركيزه هياخد الاثنين جنب احمر بعض. طب لو عملت الاثنين فردي معنى كده ما فيش فوق الركيزه اصلا خالص. يبقى معنى كده يا فضل ده من ديك تشتغل اللي يحصل يكون زوجي فردي، فردي زوجي، زوجي فردي. يعني ما ينفعش يكون اثنين زوجين ورا بعض ولا اثنين فرديين ورا بعض. فهمتوا معايا قصدي ايه؟ اقول ولا ايه الظروف؟ طب ايه رايك لو افترضت معاك جدل ان الفردي ده هنسميه سيمبل والزوجي ده هنسميه كونتينوس، صح؟ ده كده هياخد مين؟ سيمبل. طب تعالى على تحت دي ونجرب مره كده ومره كده. لو افترضت ان ده، لو افترضت ان ده سيمبل يا جماعه الناس المحترمه، لو ده سيمبل ده كده بقى في مين؟ صفر عادي لو عملت في البحر بس، يبقى لازم غصب عني ده يكون مين؟ طب ده لو بقى كونتينوس بقى في مين؟ هنا وهنا، يعني قبله وبعده فوره دي. وصلت؟ بقى في هنا وهنا وهنا، يبقى غصب عنك لازم يكون مين؟ سيمبل. طب لو انا عكست رحت عامل ده كونتينوس بقى كده في فين؟ في فوق الركيزه، يبقى غصب عني لازم يكون مين؟ سيمبل. ده لما بقى سيمبل بقى هنا فوق الركيزه حاجه؟ لا، يبقى ده كونتينوس. بس هو ده الحوار في الموضوع كله. طب ايه رايكم لو افترضنا نفس العزوم اللي كانت في ايدينا من شويه؟ ده كان هنا كام؟ 9 وكام؟ 2 و2. هنا 10 و4. هنا كام؟ 8 و3. هنا كان 13 و14. قال لنا لا 11 اي حاجه، 14. هنا كام؟ 6 و3. 6 و3. وتعالى نشتغل على مين؟ على الجدول الجديد. الجدول الجديد بتاع الكلام ده فين بقى؟ في الصفحه اللي بعدها تحت. واحد واربعين تحت، واحد واربعين تحت. ده الجدول بتاع الموضوع ده بقى المره دي. وتعالوا بهدوء ونشوف. انا عامل الكاميرا برضه 12 في كام؟ في 70، صح كده؟ العزم هنا كام الرجاله؟ 9. تمام، الله ينور عليك. كام عندك تمثل كام؟ تمشي على 11. ما احنا قلنا خلاص نفس التكنيك، تمشي على مين؟ 5 × 16 على 11، تبقى تاخد كاف كام؟ 5 × 16، صح كده؟ 5 × 16. لا ما تقولش كاف 7، اطلع بقى على فوق الجدول اللي فوقه. كاف 7 منها كام واحد فوق؟ 2، واحد زوجي وواحد فرد. يا 7 يا 8، انت هتقول مين في الاثنين؟ اللي انت عايزه. راح اعملها كاف 7 خلاص. لما عمل دي كده كاف 7 بقى تحت هنا في كام؟ 5 × 16. هنا في حاجه؟ لا ولا انا غلطان؟ اه ده انا معلش من ده. هنا العزم كام؟ 9 و2. تمام، طلعنا من الجدول اللي هنا فيها 5 × 16. طلعت على الجدول اللي فوق لقيت ال 5 × 16 دي كام في كام حاجه؟ حاجتين، يا كاف 6 يا كاف، اسف، يا كاف 7 يا كاف كام؟ 8. يا 7 يا 8، عملناها 7. 7 معناها كده ما عادش فيها فوق مين؟ فوق الركيزه، صح الكلام؟ طيب، او خليها يا سيدي كاف 8، ها؟ ولا نخليها كاف 8. كاف 8 معنى كده ان بقى في فوق الركيزه هنا كام؟ 5 × 16. لما اجي امسك اللي بعدها 8 وكسر، 8 وكسر يعني كام؟ تمشي 4 × 16، صح الكلام؟ 4 × 16 عندك في الجدول فوق يا كام؟ 5 يا 5 يا 6. انا اديها كام؟ لا ما ينفعش اديها كام؟ انت مغمض. 5 مش تنفع ال 5 لان ده كان زوجي. يبقى لما دخلت كاف 5 بقى هنا في كام؟ 4 × 16. ده لما يجي يشتغل هنا بقى 6 وكسر، 6 وكسر يعني كام؟ يعني 7. 3 × 16 تمشي لو نموذج مين؟ لا ما لهاش حل غير كف 4. لما دي بقت 4 دي بقت هنا كام؟ وفوق 3 × 16، صح كده يا جماعه؟ حلو. ارجع بقى شايك على مين؟ نفس التكنيك بالظبط. هنا في كام سيخ؟ 5 × 16. اطلع على الجدول اعمل لي كام ال 5 × 16؟ 11 وكسر ولا انا غلطان؟ المهم انت كام؟ 11 و6. اجي هنا
هي 3 16 عامله لي كام 16 7 وكسر ودي هنا كام لا يبقى لسه محتاج مين حديد بفرق مين العزم مين ونفس الكلام وده اسهل من المكسح بكتير على فكره بس احط هنا علام هنا لا العلامه متكفيش اوعى تعتمد ان العلاقه هي اللي تشتغل معاك اوعى تدخل العلاقه في الموضوع فهمت انا قصدي ايه دايما خليها تعملك كله على مين حديد اضافي منفصل شكرا.